بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لكم تاني ومع القارئ والمنشد الشيخ أحمد حمدي. برحب بك مرة تانية يا شيخ أحمد. أيوة خاطرك سيدنا. منورنا ومشرفنا. أهلا وسهلا بك. منورين بحضرتك. ومدد يا سيدنا الشيخ الدح ما شاء الله. مدد. بيطلع لنا درر سيدنا الشيخ الدح. ربنا يبارك في هذه الساحة وهذه الدوحة المباركة. وكل طلاب العلم في الأزهر يعرفون هذه الساحة المباركة التي أسست على التقوى، مليئة بالأنوار والأسرار والعلوم والمعارف، ويعني أقاموها ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وهي صنوان للأزهر الشريف، هي بتنشر علوم الأزهر الشريف. ربنا يبارك في كل العلماء وفي كل القائمين على نشر العلم الأزهري الوسط المعتدل. الشيخ أحمد بقول له هتسمعنا إيه؟ قال لي أعلل قلبي بالغرام وأكتمه. هو الغرام ممكن يكتم؟ لا يكتم الغرام، الحب فضاح يفضح أهله. تعالوا بقى نشوف هيعلل قلبه بالغرام ويكتم إزاي. نسمع يا شيخ. أعلل قلبي بالغرام وأكتم، لكن حالي عن لساني يترجم. أعلل قلبي بالغرام وأكتم، لكن حالي على اللسان يترجم. ولو سال دمعي قلت جرح بأعيني، ولو سال دمعي قلت جرح بأعيني، لئلا يرى حالي العدو لا فيفهم. بذكر المصطفى تحيا القلوب، بذكر المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف، تمت محاسنه فقيل له الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المزمل صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المدثر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المدثر، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وتنور وترحم وتجلى وتكرم وتعطف على حضرة النور الأتم سيدنا محمد. اللهم لا تحرمنا من حبه ولا من عشقه ولا من شوقه ولا من زيارته ولا من رؤيته، واجمعنا به دنيا وأخرى يا رب العالمين. اللهم أمين. الله يفتح عليك يا عم الشيخ أحمد، الله يكرمك سيدنا يقول بخير. يعني ملأت المكان بهجة ونور وسرور بالصلاة على النبي النور صلى الله عليه وسلم. فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا وعطروا الزمان والمكان والأوان بالصلاة على النبي العدنان.